السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن تمكنت من إغراق سفينة بريطانية بضربات صاروخية عنيفة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية. التفاصيل كانت قد نشرت من قبل وكالة رويترز. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، بالإضافة إلى هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية التي أكدت بأن هذا الاستهداف تم في هذه المنطقة في مضيق باب المندب وكذلك عند خليج عدن، وهي تحسب على خليج عدن أكثر من مضيق باب المندب. السفينة التي نتحدث عنها هنا هي سفينة روبي مار، التي أكدت الواشنطن بوست الأمريكية بأن السفينة هي سفينة بريطانية ولكن تديرها شركة لبنانية، وهي كانت قادمة من الإمارات العربية المتحدة مباشرة إلى بلغاريا. وهذا يعني بأن هذه السفينة ببساطة كانت قادمة من خليج عدن، وكان من المفترض أن تتجه بهذا الشكل عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، إلى قناة السويس، إلى البحر المتوسط، لتتجه طبعا إلى بلغاريا. لكن هذه السفينة كما لاحظنا بحسب هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية، بمجرد ما وصلت إلى هذه المنطقة جماعة الحوثي كانت تراقب هذه السفينة وقاموا باستهدافها بالصواريخ المضادة للسفن وقاموا بإصابتها بشكل مباشر. لكن هذه الإصابة اختلفت تماما عن كل الإصابات وكل النجاحات التي حققتها جماعة الحوثي ضد أي سفينة موجودة إن كانت في خليج عدن أو في البحر الأحمر. تسببت هذه الضربة إلى اشتعال النار في هذه السفينة وإلى أضرار كبيرة في هذه السفينة، مما أدى مباشرة إلى إخلاء الطاقم بالكامل لهذه السفينة، وتوقفت وتعطلت في مكانها. وبعد ذلك صدق أو لا تصدق غرقت هذه السفينة، ومن أكد تفاصيل غرق هذه السفينة هي سكاي نيوز عربية عن طريق مصادر يمنية أكدت لها أن السفينة اليوم بعد أن استهدفت يوم أمس قد غرقت اليوم، وكذلك مصادر حكومية يمنية للعديد من المواقع المهمة في الأوساط اليمنية أكدت أيضا بأن هذه السفينة قد غرقت، وهذه المرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة ومنذ بدء جماعة الحوثي بكل الهجمات التي تقوم بها في المياه الإقليمية إن كانت في خليج عدن، مضيق باب المندب أو البحر الأحمر. هذه المرة الأولى التي تتمكن فيها جماعة الحوثي من إغراق سفينة، والسفينة التي نتحدث عنها هي سفينة بريطانية، أي أن الأمر مباشر مع بريطانيا الحليفة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية وإحدى أهم الدول في حلف حارس الازدهار، وهي طبعا تعتبر جزءا مهما وكبيرا وفعالا في Operation Poseidon Archer، الذي من خلاله بريطانيا شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في 3 موجات من الضربات على جماعة الحوثي بدعم من 4 دول في الموجة الأولى و4 دول في الموجة الثانية و6 دول في الموجة الثالثة. وهذا قد يعني الكثير بما سنراه في المستقبل أو في الأيام القليلة القادمة تجاه جماعة الحوثي، مرشح أن نكون أمام موجة الرابعة بسبب هذه الحادثة. وهذا الأمر والقصة هذه كلها لم تتوقف عند السفينة التي نتحدث عنها لا أبدا، بل إن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع أكد أيضا بأنهم تمكنوا من إسقاط طائرة MQ-9 ريبر الأمريكية التي تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار، وهي تحمل عادة صواريخ الـ AGM-114 هيلفاير، واحدة من أهم الطائرات المسيرة الأمريكية على الإطلاق، والتي استخدمت في العديد من العمليات في الشرق الأوسط. واحدة من أشهر العمليات التي استخدمت في هذه الطائرة المسيرة هي ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني في حادثة مطار بغداد الشهيرة في عام 2020. جماعة الحوثي قالت بشكل رسمي بأنها تمكنت من إسقاط هذه الطائرة المسيرة أثناء اشتباكها مع سفينة روبي مار، وأنه تم إسقاط هذه الطائرة هنا في محافظة الحديدة التي تعرضت إلى الكثير والكثير من الضربات من قبل القوات البريطانية وكذلك القوات الأمريكية، ولكنها هم يسقطون هذه الطائرة في هذه المنطقة. جماعة الحوثي الوحيدة التي تحدثت عن هذه المسألة، ولم تكن هنالك أي تأكيدات قادمة من أي مصدر أمريكي أو من القيادة المركزية الأمريكية. لا بد لنا أن ننتظر طبعا التأكيدات من الغرب حول فعلا إذا ما تم إسقاط هذه الطائرة أو لا، لكن هذه المسألة وإسقاط طائرة MQ-9 ريبر من قبل جماعة الحوثي ليست أمرا أو ليست بالأمر الجديد أبدا على هذه الجماعة، فسبق لهم وأن أسقطوا نفس هذه الطائرة العام الماضي في نوفمبر، وأكدت هذه المسألة CNN الأمريكية. كذلك في عام 2021 في مأرب كما تحدثت جماعة الحوثي تمكنوا من إسقاط هذه الطائرة المسيرة بهذه الطريقة، أيضا في عام 2019، في عام 2017، في كل هذه الأعوام
تمكنت جماعة الحوثي فعلا من إسقاط هذه الطائرة. والمثير بهذه المسألة بأن هذه الهجمات مستمرة من قبل جماعة الحوثي اليوم، وقبل ساعات من بدئنا لهذه الحلقة هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية أكدت بأن هنالك حادثا وهجوما قد تم هنا في هذه المنطقة تحديدا في خليج عدن كما ترون، من قبل جماعة الحوثي على سفينة أمريكية تحمل العلم اليوناني. كمعلومات أولى، وبأن هنالك انفجارين قريبين من هذه السفينة، واحدة من الانفجارات كانت قريبة للغاية في المياه، والانفجار الآخر كان في الهواء كما وصف طبعا من قبل، أو في السماء على الأقل في الجو بالقرب من هذه السفينة. بالتالي هذا الأمر أدى إلى أضرار بهذه السفينة الأمريكية. ليس واضحا ما الذي جرى مع هذه السفينة، لكن لاحظ التصعيد الهائل الذي نراه في المنطقة. هذه الأحداث التي نتحدث عنها تطورت بشكل كبير في 24 ساعة الماضية، بعد تطورات شهدناها في الأيام الأربعة الماضية من هجمات طالت سفينة بولوكس التي قالت جماعة الحوثي بأنها بريطانية، ولكن القيادة المركزية الأمريكية قالت بأنها دنماركية. وأيضا سفينة لي كابيتوس البريطانية ناقلة نفط بريطانية تمكنت جماعة الحوثي من إصابتها في خليج عدن. بالتالي جماعة الحوثي تصعد بشكل كبير، ولا زالت تفرض شروطها على مضيق باب المندب، ولا زالت تحاصر هذه المنطقة بالكامل. المثير بهذه المسألة أن الأمور أصبحت على ما يبدو ليست فقط في المياه، وإنما كذلك في الأجواء، وهنالك استهدافات واستهداف خطير للغاية تحدثت عنه الأوساط الإسرائيلية. طال إحدى خطوط أو الخطوط الجوية الإسرائيلية، نتحدث عن خطوط العال الإسرائيلية، إحدى هذه الطائرات الإسرائيلية كانت متجهة مؤخرا من تايلاند مباشرة إلى مطار بن غوريون في إسرائيل. وببساطة هذه الطائرة يعني بأنها كانت قادمة بهذا الاتجاه بهذا الشكل من أجل اتجاه إلى بن غوريون كما تلاحظون هنا عبر البحر الأحمر. وبمجرد ما أصبحت من ضمن أجواء أو الأجواء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، فجأة جاء اتصال أو اعتراض للاتصالات الموجودة في هذه المنطقة. وهذا الاتصال الذي جاء لهذه الطائرة طلب من الطائرة أن تتحرك إلى نقطة معينة، إلى أجواء معينة، إلى نقطة مختلفة من النقطة التي تبحث إلى الوصول إليها مباشرة، ألا وهي مطار بن غوريون. وهنا الطاقم شعر بأن هنالك أمرا غريبا يجري مع هذه المسألة، وعلى هذا الأساس اتخذوا قرارا باستخدام اتصالات مختلفة، اتصالات ثانوية بديلة من أجل الاستمرار برحلتهم مباشرة إلى مطار بن غوريون بهذا الشكل. وطبعا بعد ذلك تحدثت المصادر الإسرائيلية ببساطة بأن كان هذا نوع من الهجمات السبرانية، نوع من الخداع من أجل اختطاف هذه الطائرة. فعلى سبيل المثال هم كانوا يحاولون كما تتحدث المصادر الإسرائيلية من نقل هذه الطائرة إلى أي منطقة معادية لهذه الطائرة، على سبيل المثال باتجاه جماعة الحوثي في اليمن. بمجرد ما تدخل إلى هذه المنطقة وهنالك منظومات دفاعية في هذه المنطقة، سيتم تهديد هذه الطائرة مباشرة. أما أن تقومي بالهبوط بكل الركاب الإسرائيليين الموجودين بهذه الطائرة، وأما يتم استهدافكم وقتلكم جميعا. وعلى هذا الأساس عادة مثل هذه الحوادث ومثل هذه العمليات تؤدي بالطائرة بالهبوط في أقرب مطار ممكن، وبعد ذلك تقع بيد جماعة الحوثي. على سبيل المثال أسرى بيدهم وأسرى إسرائيليين هم خارج نطاق قطاع غزة بالكامل، وبالتالي تصبح لديهم ورقة كبيرة للغاية، ألا وهي الأسرى خارج القطاع. وإسرائيل تريد أساسا اقتحام رفح، وبالتالي بالنسبة للجانب اليمني أو أي جانب آخر يحقق مثل هذه العملية يستطيع التفاوض على هذه المسألة من أجل الحفاظ على ما تبقى من الفصائل الفلسطينية في رفح، ووضع ضغط أكبر على إسرائيل في مثل هذه النتائج. وما هو مثير بهذه المسألة بأن إذاعة كان العبرية قالت ببساطة بأن هذا النداء كان قادما من بعض المصادر التي تحصلت عليها، كان قادما من أرض الصومال أو صومالي لاند. والصومالي لاند هذه هي الصومال كما تلاحظون المطلة على خليج عدن، هنا هذه هي كلها الصومال، وهنا الأرض الصومال أو الصومالي لاند تأتي حدودها بهذا الشكل. هي ليست معترف، ليس هنالك أي اعتراف بأرض الصومال بأنها دولة مستقلة أو دولة ذات سيادة بسبب صراعات في الماضي. وطبعا أرض الصومال مؤخرا قد حققت اتفاقا الشهر الماضي مع أثيوبيا التي لا تمتلك سواحلا نهائيا، حققت اتفاقا مهما للغاية مع الأثيوبيين، أثار الكثير من اللغط والكثير من الجدل هل هذا القرار ببساطة أو هذا الاتفاق
العراق هو يسمح لأثيوبيا بأن تستأجر 20 كيلومترا من السواحل في أرض الصومال المطلة على خليج عدن للاستفادة منها في المسائل التجارية والمسائل العسكرية، حركتها في خليج عدن، في البحر الأحمر، في البحر المتوسط لمدة 50 عاما، مقابل أن تقوم أثيوبيا بالاعتراف بأرض الصومال بأنها دولة ذات سيادة. وهذا الأمر هو الذي أشعل طبعا الوضع بين الصوماليلاند والحكومة الصومالية وأثار الكثير من اللغط. وما هو مثير للغاية هو أن إيران منذ العام الماضي، منذ شهر مايو تحديدا، أي قبل أكتوبر والسابع من أكتوبر وكل ما جرى، حاولوا نوعا ما تقوية علاقاتهم مع أثيوبيا قدر الإمكان. وبعدها جاء هذا الاتفاق الشهر الماضي الذي نتحدث عنه. وليس هذا فحسب، بل أن القوات الأمريكية تحديدا والبحرية الأمريكية بشكل خاص وجدت أن هنالك زورقا بالقرب من السواحل الصومالية، ونتحدث عن الصوماليلاند التي ذكرناها الآن، بأن هنالك زورقا محملا بالأسلحة الإيرانية كان موجودا على هذه السواحل وقد ضبطوها مباشرة. وهذا الحديث كان واضحا كما نشرت من قبل القيادة المركزية الأمريكية والفويس أوف أمريكا بأنها كانت على السواحل الصومالية. وأيضا بعد ذلك أيضا تم الإعلام بأن هنالك عنصرين من البحرية الأمريكية كانوا يقومون بعملية مهاجمة أو عملية ضبط وحجز إحدى السفن التي كانت تقوم أيضا بتهريب الأسلحة الإيرانية وكانت على السواحل الصومالية، يريدون تهريبها مباشرة إلى جماعة الحوثي. حاولوا مهاجمتها ولكن العملية فشلت، وأدت هذه في نهاية المطاف إلى مقتل عنصرين من البحرية الأمريكية بسبب خطأ من أحد هؤلاء الجنود، كان بسبب صعوده على الدرج الخاص بهذه السفينة أو السلم، انزلق طبعا وبحادث بسيط، بحادث فردي، سقط في المياه وتبعه مباشرة الجندي الآخر. وبعد ذلك أعلنت القيادة المركزية عن خسارتهم لهؤلاء الجنود، ولكنها كانت على السواحل الصومالية مرة أخرى. الفورن بوليسي الأمريكية في عام 2020 بشكل مثير تحدثت بأن القوات الإيرانية تدعم حركة الشباب ويزعم أنها تقدم مكافآت حركة الشباب الموجودة أيضا في الصومال. وكذلك هي أكدت أيضا بمعلومات استخبارية من مسؤولين صوماليين أن إيران توفر أسلحة متطورة وأجهزة متفجرة محمولة ومدافع هاون ومواد كيميائية تستخدم في صنع القنابل للحركة. وهذا يوضح بأن جماعة أو إيران تحديدا هي نوعا ما تملك هيمنة في هذه المنطقة وتريد السيطرة بشكل أكبر على هذه المنطقة. هم يدعمون جماعة الحوثي بشكل كبير، هم موجودين على ما يبدو الآن من خلال هذه المعلومات التي نتحدث عنها بنفوذ يبدو في أرض الصومال، وكذلك مع حركة الشباب بشكل عام لديهم علاقة كما تحدثت الفورن بوليسي. أيضا حاولوا وبدأوا ببناء علاقات منذ مايو العام الماضي كما تحدثنا في أثيوبيا، لديهم رغبة أيضا ببناء قواعد مع جيبوتي، محاولة توسيع الوضع مع جيبوتي، لكن هذا الأمر لم يصل إلى طريق حتى هذه اللحظة. هنالك ترقب كيف ستتوسع إيران بهذه المسألة، ولكن أيضا أن إيران الآن بدأت تقوي علاقتها بالحكومة السودانية بتزويدها بالطائرات المسيرة التي تعتمدها الآن الحكومة السودانية في مواجهة قوات الرد السريع في مصارع، في صراعات وفي اشتباكات مستمرة في الداخل السوداني. كذلك هم لديهم قاعدة متقدمة أيضا في أريتريا التي أيضا تتواجد فيها قاعدة إسرائيلية، وهذا هو ما هو مثير للجدل. بالتالي هم يبحثون أيضا في السودان أن تكون لديهم قواعد مطلة على البحر الأحمر. ولاحظ الآن إيران نوعا ما تبني قوة مستدامة مستمرة لإبقاء السيطرة على مضيق باب المندب حتى وإن ساءت الأمور مع جماعة الحوثي في المستقبل، لإبقاء الضغط مستمرا على إسرائيل عندما يريدون الضغط على إسرائيل، ليس فقط فيما يجري في قطاع غزة وإنما في المستقبل أيضا. وبالنسبة لإسرائيل الآن تمر في توقيتات مهمة للغاية في معركة قطاع غزة. بحسب آخر تحديث صدر من الوور مابر، تلاحظ أن إسرائيل سيطرت بالكامل على خان يونس وبدأت تعمل على التقدم هنا في عبسان الكبيرة. كما تلاحظون هنالك اختراق في هذه المنطقة، بالتالي مرشح أن يكون هنالك قطعا لهذا الطريق من قبل الجانب الإسرائيلي من أجل السيطرة على ما تبقى من هذه المنطقة، تثبيت أقدامهم بشكل أكبر للبدء بعد ذلك بالخطوة الأهم بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ألا وهو التقدم باتجاه رفح. وخاصة إذا ما ابتعدنا عن هذه الخارطة قليلا سنلاحظ
بأن إسرائيل تهيئ هنا من خلال تقدم جديد باتجاه رفح باتجاه محور فيلادلفيا تعزز تواجدها في هذه المنطقة، ويبدو بأنها ستوسع بشكل أكبر لكي تأتي متقدمة من العديد من الاتجاهات من تطويق المنطقة، السيطرة على محور فيلادلفيا هنا، وبعد ذلك شيئا فشيئا محاولة التغلغل والسيطرة عليها. وهذا قد يعني الكثير بالنسبة لما قد نراه في مضيق باب المندب أو حتى في نقاط أخرى في مياه إقليمية أخرى في العالم. تبدو إيران فعالة للغاية، والأهم أن جماعة الحوثي لا يبدو بأنها ضعفت، لا يبدو بأنها تأثرت من خلال الضربات الأمريكية البريطانية المكثفة التي تعرضت لها.